رسالتنا للاحتلال اولا وللمستوطنين، هاي الارض ارضنا، هدول ناس زعران، ناس دخيلين على هاي الارض، زعران رعاة ابكار واغنام اجوا حطوا في هاي الارض وجابوا جيش مدجج بسلاح، واحنا سلاحنا العلم والعكازي. انا اصبت في هذه الارض وما زلت منزرع واتي الى هذه الارض بعلمي وبعكازتي مع هؤلاء الناس، مع الأطفال، مع الشيوخ، مع الرجال. هذه الأرض إلنا، وهؤلاء مجرمين جاءوا لسرقة 30-40 ألف دلم من أراضي بيت دجن وسالم وبيت فوريك. هذه أرض مملوكة لكافة المواطنين، مسجلة بكواشين الطابو الجديد والقديم. يجب عليهم أن يرحلوا من هذه الأرض، هم والمحتلين، ليس فقط المستوطنين. وهؤلاء المحتلين الذين أتونا من أصقاع الأرض، من أوروبا ومن أوكرانيا ومن أمريكا ليستوطنوا في هذه الأرض ويحتلوها، هؤلاء كلهم زعران وسارقين لهذه الأرض، ونحن أصحاب الأرض الحقيقيين. نحن في بيت دجن مستعدون للموت في هذه الأرض من أجل هذه الأرض. هؤلاء جاءوا في هذه الجبال المزروعة بالزيتون منذ 60 عاماً أو أكثر. هذا الزيتون أكبر من عمر الاحتلال، فيجب عليهم أن يرحلوا، ونحن نبقى هنا. ما بقي الزعتر والزيتون، نحن باقون، باقون ما بقي الزعتر والزيتون.